دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الوسائل الإعلامية كافة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار، وذلك تجنبا لنشر الفوضى والخوف داخل المجتمعات. كما أوضح عبد الله خلال مشاركته في جلسة حوارية حملت عنوان الإعلام في ظل التغييرات السياسية أن قانون الإعلام الإلكتروني الذي صدر أخيرا لم يطبق حتى الآن، ولم يتم التعرف على فعاليته في وضع مفاهيم مختلفة ومعاصرة لحدود الحريات العامة. وذكر أن لائحة قانون النشر الإلكتروني ستصدر قريبا، مبينا أنها تحتوي على النقاط التي نص عليها القانون، حيث تشجع القائمين على الإعلام الإلكتروني التسجيل في الوزارة المعنية بالحصول على عدد من الامتيازات. مواقع التواصل الاجتماعي غالبيتها 95% منها تدار، وسائل الإعلامية تدار من شخص واحد، حينما الإعلام التقليدي مؤسسة قائمة على العمل المشترك، فصعب أن نجمع العنصرين تحت مظلة واحدة. اللائحة التنفيذية لتنفيذ قانون الإعلام الإلكتروني ستصدر قريبا، وستحتوي على وسائل التي نص عليها القانون والتي تشجع القائمين على الإعلام الإلكتروني في التقدم للوزارة المعنية بالتسجيل من أجل الحصول على امتيازات معينة، فهذا موجود في القانون، ونأمل تجاوب وتعاطي الجميع إيجابي مع القانون إن شاء الله. بحث وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح مع وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد المومني تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والثقافة. وقال الشيخ سلمان الحمود خلال اجتماعه مع الوزير المومني إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى للخروج من اللغة والطريقة النمطية للإعلام بما تتطلبه تحديات المرحلة وإيجاد خطة للعمل لجذب الشباب. وقبل مغادرته البلاد، ثمن وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية اختيار المملكة كضيف شرف للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي بنسخته 13. شرفنا بكل هذه الحفاوة وكل هذا التقدير الذي حظينا به كدولة حصلت على تكريم في المنتدى لهذا العام، ولكن أيضا كافة الوفود المشاركة حصلت على كل التكريم من أشقائنا في الكويت، فلذلك لكم منا كل الشكر والتقدير والعرفان. كان عظيم هذا التشريف أن استقبلنا سمو الأمير اليوم، استقبل الوفود المشاركة وجلسنا معه لفترة من الزمن وتحدثنا، وكان لهذه اللمسة طيب الأثر في نفوسنا جميعا، وحملنا تحياته وأماني الحارة لزعماء دولنا جميعا. أيضا كان لي لقاء مع معالي الشيخ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، ويعني أيضا كانت فرصة لنتحدث عن مختلف أطر التعاون المشتركة فيما بين بلدينا. دائما أستفيد وأتشرف بالجلوس مع أخي معالي الشيخ سلمان برؤيته العميقة لمختلف الملفات، سواء كان على الصعيد العالمي أو أيضا على الصعيد الإعلامي العربي، وتجربتكم في الكويت تحت قيادته الإعلامية رائدة والجميع يتعلم منها. أنا بظن هذه الملتقيات بهذا البلد الكبير والشامخ والتوافقي والذي يجمع دائما الأشقاء على صحن واحد فيها كل الخير إن شاء الله، وفيها كل المنفعة لنا جميعاً.